still blink in the sunset. You know I never wanna make you upset. How did I become so obsessed? سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كي دايرين مع الصحاب؟ كي دايرين نتوما؟ كلشي هاني؟ كلشي سانت سانت؟ اليوم قلت شنو غندير شنو غندير، تسحير ولا انا اللي تنحير؟ تنوض مع الصباح تنقول شنو غندير الفطور اليوم، شنو غندير الفطور؟ ايوا اليوم جيت مع الحوت، غادي نديرو في الفران، والعطريه هي اي واحد راه تيعرف العطريه ديال الحوت، وانا راه طحنتها درت ليها البصله يا البنات، ها البصله والعطريه، غادي ندير معكم، وهذا الخبز طحنتو، غادي ندير وحده فوق وحده. ايوا كي دايرين البنات؟ لاباس عليكم؟ هانيين؟ كلشي بخير؟ كي دايرين مع الصحه؟ ايوا راه نتعاود معكم شويه، انا راه تنحير تنقول شنو غندير شنو غندير. ايوا حنا غنديروا الحوت، كندير ليها البنات المشاهدين ديالي، غادي ندير ليه بحال هكا، شوفوا مزيان، غادي تشوفوا الطريقه ديالي، كنتمنى يعجبكم وشكرا على التعليقات ديالكم، تتشجعوني. كي دايرين نتوما؟ كي دايرين والديكم؟ واللي ما عندوش الوالدين الله يخلي ليه الوالدين ديالو، والله اي واحد الله يرحمه ويوسع عليه في هذا النهار. ايوا حنا معكم، وهذاك الشيء اللي تندير تنشاركوا معكم، تنتمنى يعجبكم قليل ولا الكثير. ايوا ها نتوما غادي ندير معكم واحد المسمن ديال البصله، غيجي زوين البنات، نتمنى يعجبكم. وغادي ندير معكم واحد الحاجه بلاتي تنوجدها لكم، شوفوا واش تصدق ولا ما تصدقش، الا صدقات راجلي غادي يقول لكم واش زوينه ولا خايبه، ونتمنى يعجبكم. وها نتوما معايا دابا غادي ندير، هذا هو الفطور ديالي اليوم، ما غاديش نقول فيه حتى ناره، سهل ومهل. ايوا البنات ها هو وجد، غادي نديرو في الفران، والبيض، وانا نصايب معكم واحد البصله ديال المسمن بالبصله، وغادي ندير العطريه، ديروا العطريه اللي تديروا ديما، وندير شويه الزيت، ها هي تحميره، الخرقوم، الملحه، شويه الكمون، البزار، الحار، صافي والزيت، صافي هانتوما تشوفوا الطريقه ديالي، وانا نردو يطيب ونرجع معكم. البنات انا غندير القبور، كوزينتي مرونه ديما كتبقى هاد الوقيته هادي كتكون مرونه، والعجينه راه عجنتها راه دي عارفه المسمن كيف يديروا ليه، درت فيها شويه الملحه وشويه السنيده وشويه الخميره، وهانتوما تشوفوا الطريقه ديالي، هاد المسمن هذا صافي روينه، شنو الروينه عندي، شتي الروينه كي دايره معناها. ايوا هانتوما معايا، نتمنى يعجبكم الفيديو ديالي، غادي نعلك الخبزه هذاك الملوين عندكم مزيان عاقل العلك ديالي، صافي هانتوما معايا داكشي اللي حطيت اليوم، وخاطر ما كايناش سميتها الروينه وصافي ديال البصله والحوت. البنات انا ندير معكم واحد الطريقه سميتو الطريقه زوينه، شويه البصله بحال تشوطات ليا شويه، غادي ندير معكم وحده وغتشوفوا الطريقه، غادي ندير وحده حتى وحده، هادي غادي نديرها شويه باش تدير، هاهي هانتوما، غادي ندير هكا وغادي نصايب وحده اخرى وتاني حتى هي، غادي ندير جوج هانتوما تشوفو الطريقة ديالي. هيا وحده غنصايب معاكم وثاني غندير بحال هذه الطريقه، وغادي ندير معاكم هكا، غادي ندير هذه نديرها بحال هكا، غادي ندير الزيت البنات ما دايره لا زبده لا والو، هكا بحال هكا البنات، ها شتي درت وحده، غادي نديرها بحال هكا باش يجيني مورق، غادي ندير بحال هكا، غادي نمشي بهاد الطريقه هادي تنكمل كاع سميتو، وغادي ندير ها صافي، ها هو هذا هو المسمن ديالي، تنتمنى يعجبكم، هانتوما الطريقه كاع روينه دايره، ها المسمن ديالي تيطيب البنات، شوف كي تيجي مروه، شوف شتي البنات كي داير، ها ايوا كوزينتي، شوفوا الكوزينه كي دايره، درت واحد شويه الكروفيت واني شتي كي جا،
وها الحوت ديالي كيطيب في الفران شتي كتيجي حوت زوين البنات. سيو ها نتوما معايا وروينتي مع خمتي ود المغرب كتيجي وها الملوي ديالي البنات. غادي ندير معاكم واحد زعزع وتنتمنى يعجبكم ديال الدار، مش نتمنى يكون بحال ديال الزنقه. وها نتوما تشوفوا الطريقه ديالي، انا راه جبت لابوكا غادي نحيدها، وانا اصلا ما عنديش ديال اللوز، غندير هذا الحليب هذا، عندنا كاين الحليب ديال اللوز غادي ندير هذا هو التزيين، غندير نزينو وتشوفوا الطريقه ديال التزيين ديالي. وها نتوما معايا غندير على حساب الكيسان جوج كيسان، ما غيكونش خص يكون ما يكونش خاطر، غنوريكم الطريقه التحضير شتي كيجي هكا صافي. وانا نرجع معكم شوفوا البنات كيجا خاطر، انا نصايب معكم وانتم تشوفوا الطريقه ديال التحضير. يا نتوما معايا ندير انا الفريز، ها هو كيجي كوحدو الديكور ديالو. غادي ندير سميتو، واللي بغى يدير العسل يديرو. هنا راه غادي ها شوف غادي ندير هذا الفين ديالي، غادي شي انا غندير لي فوق العسل غندير العسل من الفوق. وانتم تشوفوا الطريقه ديال التحضير ديالي وغيدوقوا راجلي وغيقول لكم واش زوين ولا خايب. اول مره درته وغندير وحده بحال هذه هي ثاني غنديرو. ها هو البنات هذا هو الفطور ديالي، كنتمنى يعجبكم. هذا درت فيه البنان والتفاح والليمون والحليب، وهذا هو زعزع، هو راجلي غيقول لكم واش زوين ولا خايب، وكنتمنى يعجبكم. اول مره غنديرو. ها هو بسم الله هادو الثانية الثانيه باش الله يكون لكم زوين ولا خايف. زوين الله يعطيك الصحه. يا صافي هذا هو الفطور ديالي، كنتمنى يعجبكم وديروني ابوني وشكرا على التعليقات ديالكم والتشجيعات ديالكم. بسلامه عليكم، هذا هو الفطور بسيط.